السلام عليكم، مساكم الله بالخير. هذا تاجر دمشقي دائما يربح، ما عمره خسر. فقعد عند ربعه وقال لهم: يا جماعه، انا من مارس التجاره ما عمري خسرت. قالوا له: ايش رايك؟ قالوا له: ايش رايك انت حداك تصدر التمر للعراق؟ لان التمر هناك موجود بوفره ولا راح تربح في هالتجاره. قال لهم: قبلت التحدي. اخذ له تمر مستورد من العراق. المهم انه هو كان بالعصر العباسي، فالواثق بالله الخليفه كان رايح الموصل، وهو بطريق عودته لبغداد بنته ضيعت قلادتها بالبر. اعلن الواثق بالله ان من يلقى قلاده بنتي راح ازوج البنت هذه، وله جائزه عظيمه عندي. المهم هو جاي الرجال الدمشقي بالطريق، هو جاي بالطريق لقى ناس طالعين البر يدورون قلاده البنت. فسالهم: شو السالفه؟ قالوا له السالفه، وقالوا: نسينا لا نشتري اكل. قال: اسمع، قال لهم: ما في مشكله، انا عندي تمر. وشرى منه التمر هذا باغلى الاثمان. شوفوا الحظ. وبطبيعة الحال أي شيء تاكله وانت في البر بتشوفه شيء جميل جدا. فالعالم هذه أول ما أكلت التمر قال: هذا ألذ تمر أكلناه. وردوا وذاع صيد. فاستغرب الواثق بالله من قصة دمشق إنه صدر تمر لبغداد وربح، وكان قريب من محل الدمشقي. فسأله قال: أنت شلون صدرت التمر وربحت؟ قال له: يا سيدي، كنت ولدا فقيرا يتيما وأمي معاقة، وكنت أسهر على راحتها وأعمل لأكسب المال وأطعمها. فلما بلغت 20 من عمري كانت أمي مشرفة على الموت ورفعت يدها إلى الله داعية أن يوفقني الله في ديني ودنياي، وأن لا يريني الخسارة أبدا، وأن يزوجني من بيت أكرم أهل العصر، وأن يجعل التراب بيدي ذهبا. وبحركة لا إرادية مسك التراب عشان يشرح دعاء أمه. لما مسك التراب حس بشيء غريب، لما رفعه لقى قلادة بنت الواثق بالله. شوفوا بر بوالدينا وين وصله: أول تاجر بالتاريخ يصدر التمر إلى العراق ويربح، وتزوج بنت الواثق بالله. برك بوالدينك شيء عظيم أوصانا به الله ورسوله، والله العظيم ما توفق، والله ما توفق لطالما أن أمك وأبوك مراضين عليك. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نهاية، أسأل الله أن يعيننا على بر والدينا، وأن يرزقنا بر أبنائنا، وأن يوفق الله كل شخص يبر بوالدينا كما وفق الله التاجر الدمشقي. اسمحوا لنا على الإطالة.